قبل حوالي نص ساعة من بداية مباراة الأهلي ووادي دجلة، هذه المباراة الهامة. معايا في هذه اللحظات كابتن محمد عبد الواحد المدرب المساعد لفريق وادي دجلة. كابتن محمد، برحب بك في البداية، وأكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكم، عايز أعرف استعدتوا لها إزاي. أنا طبعا برحب بكابتن فاروق والكباتن الكبار المشرفين في الاستوديو. مباراة كبيرة ومباراة مهمة جدا قصاد فريق كبير، وطبعا بداية مبارك نادي الأهلي حصوله على بطولة الدوري العام. بنلعب زي ما أنت قلت فريق محترم، فريق كبير معاه جهاز فني محترم، كابتن حسام البدري، عاملين سيزون استثنائي السنة دي. احنا في موقف لا يحصد عليه، موقف صعب، من أول سنة وادي دجلة صارع على الهبوط من ساعة ما طلعنا للدوري الممتاز بقالنا 9 سنين دلوقتي. فأول سنة زي ما قلت، فموقف بالنسبة للعيبة مش ده مستوى اللعيبة. اللعبة بتلعب تحت ضغوط، واحنا كجهاز فني بنحاول نشيل الضغوط من عليهم، ده دورنا يعني. بنحاول نقفل على مفاتيح النادي الاهلي المتمثله في اجاي، وكان عبد الله السعيد، بس عبد الله السعيد مش موجود، فممكن يديني اريحيه شويه، لكن عنده مفاتيح كبيره. النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب. احنا بنأمنين الحمد لله ان احنا نص الملعب زي ما عملنا جيم كبير قصاد النادي الاهلي في الدور الاولاني، وكانت نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا 1-1. وعملنا برده جيم كبير قصاد نادي الزمالك، اداء كان كويس. فاحنا الحمد لله مقدمين قصاد الفرق الكبيره، اهلي وزمالك واسماعيلي، ماتشات كويسه. يعني مشاكلنا كلها كانت مع الفرق الصغيره او اللي بتنافسنا معانا، كنا دايما بنبقى نتائج سلبيه، لكن ان شاء الله مطمئنين ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه النهارده ان شاء الله. اسباب صراع فريق وادي دجله على البقاء هذا الموسم، رغم زي ما حضرتك قلت بقالكم 9 سنين اول مره يبقى في مشكله بالنسبه لفريق وادي دجله وصارع على البقاء في بطوله الدوري الممتاز، الاسباب من ورا ده ايه؟ وخصوصا ممكن يكون احد الاسباب هو التغيير الدائم في الاجهزه الفنيه بالنسبه لفريق وادي دجله هذا الموسم. والله احنا بدانا يعني البدايه السنه دي ما كانتش موفقه، نظرا اللي احنا عملنا فتره اعداد في اليونان، وما سافرش معانا حوالي 6 لاعبين او 7 لاعبين من التشكيل الاساسي بتاعنا، احمد رؤوف وهلال والثلاثه الافارقه، حوالي 6 7 واحمد العيش، فروحنا ناقصين ب6 7 لاعبين اساسيين. فكان ده برضو سوء تقدير ان احنا ما لحقناش نطلع لهم التاشيرات بتاعتهم او الفيز بتاعتهم، كان عندهم فيها مشكله، وكان عند الناس فيها مشكله مع التجنيد والجيش وكده، فما قدروش يسافروا. فدي كانت بدايه المشكله اللي حصلت لنا، ما حضروش يعتبر نص فتره العيد ما حضرهاش، فبدانا بدايه مش موفقه، بجانب كان في سوء توفيق في بدايه الموسم مع تولي احمد حسام ميدو، وخسرنا ماتشات في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 90، كنا كسبانين في ماتشات زي النصر لحد دقيقه 91 يجي فينا جول تعادل، بتروجيت 2-2، وفضل 10 دقائق يجي فينا 2-2، سموحه في الدقيقه 90 يجي فينا جول، ففي حوالي 7 8 نقط ضاع مننا في بدايه الموسم، كان في سوء توفيق. لكن بدانا مع كابتن طارق بدايه كويسه الحمد لله، يعني كسبنا المصري في الكاس، وكسبنا الاسيوطي، وكسبنا المقاولين، وتعادلنا مع الاهلي، فخدنا 7 نقط رفعونا شويه. لكن بدانا تاني نرجع زي ما قلت لك في بدايه الكلام، ان احنا عملنا نتيجه ايجابيه كويسه جدا مع الفرق اللي هي المربع الذهبي اللي فوق، سواء مصري سواء زمالك سواء اهلي، لكن جينا مع الفرق اللي هي بتنافسنا على الهبوط ووقعنا قصادها في ماتشات كانت سهله، اخرها ماتش اللي فات، ماتش الاسيوط ومتسيدينه، وفرصتين بجولين يعني. فالحمد لله نقدر عندنا فرصه ان احنا فارقين عن اقرب منافسين ب4 نقاط، بنحاول الحمد لله نطلع النهارده نتيجه. طنطا بيلعب دلوقتي مع الداخليه، واعتقد النتيجه يعني اعتقد 0-0 1-0 0 الداخليه، فدي نتيجه ايجابيه لينا، فطبعا تدي للعيبه دفع ان يقدروا يحاولوا نتيجه ايجابيه قصاد النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي نادي كبير، عاملين حساب مفاتيح اللعب عنده. بنامل زي ما قلت لك ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه ونكمل بيها الماتشين الباقيين، ان احنا السنه دي سنه استثنائيه بالنسبه لنا، سنه صعبه علينا، ان احنا عاوزين نقعد في الدوري الممتاز، بلا ترتيب السنه الجايه بدايه الموسم الجديد يكون ليه ترتيب خاص لفريق وادي دجله ان شاء الله. توفيق يا كابتن محمد ان شاء الله. شكرا شكرا مسيح.